نقول اجتماعي نقول استثنائي، ولكن هو تقريبا الخروج من الحالة الاستثنائية بعد سنوات الكورونا والوضع الاستثنائي سواء في جميع القطاعات وبالخصوص القطاعين المهمين قطاع التربية وقطاع التعليم العالي. كلا القطاعين أو كلا الوزارتين قررتا التخلي عن نظام التفويج، التخلي عن نظام الدفعات، وبالتالي السيرورة في الحالة العادية. هذا الأمر ليس بالسهل، والقرار أيضا ليس بالسهل نظرا لما ينتظر الوزارتين، خاصة وزارة التربية الوطنية، ومع الكم الهائل من التلاميذ ومع صعوبة الاندماج والخروج من نظام التفويج الذي نوعا ما خفف من عبء الاكتظاظ الذي كان موجود في الأصل. فلذلك نتوقع دخول جامعي صعب جدا. وحتى الوزارتين، أنوه إلى بيان وزارة التعليم العالي، قالت محاولة الخروج أو أن نحقق دخول جامعي مقبول، يعني حتى الوزارتين لا تتوقع دخول اجتماعي ولا دخول مدرسي ودخول جامعي بالجيد، وإنما على الأقل التحقيق الحد الأدنى والخروج، ويعني إخراج هذا الدخول من عنق الزجاجة كمان.